السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندنا اليوم في قناتنا وقناتكم حسنه شانيل. اليوم غادي نقدم معكم واحد الحريشه كتجي تبارك الله زوينه وغزاله ما شاء الله. غادي نديرها في الفران. خليكم مع المقادير. عندنا 4 كيسان ديال السميده رقيقه، عندنا جوج خمارات من فئه 8 غرام، عندنا ساشي ديال الفانيلا، عندنا كاس لارو ديال الزيت، جوج كيسان ديال الحليب، الكاس الثاني ما عامرش، عندنا كاس ديال الفورس، كاس لارو ديال السنيده، عندنا بيضه، معلقه صغيره ديال الملحه، ونص معلقه ديال الخميره الفوريه. خليكم معنا، خليكم مع طريقه التحضير. غادي ندير الفورس، سكر الفانيلا، غادي نزيد عليه السكر، وغادي ندير الزيت، غادي نبسبس هادشي مزيان هكا حتى ندخل فيه هاد الزيت كامل كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندخل الزيت كله في هذيك السميده والفورص، كيف ما شفتوا معايا انا بسبست ديك السميده ديالي كامله بهذاك الزيت، دخلته فيها، غادي نزيد بيضه، غادي نزيد الملحه والخميره، وغادي نزيد هاد الكيسان ديال الحليب. غادي نخلطها، نضيف خميرة، هاد الحريشة ساهلين كيوجدو بالزربة للفطور هكا ولا للكوتي ولا دغيا تيوجدو. شفتوا معايا دابا غادي نغطيها ونخليها ترتاح غير واحد 5 دقائق على ما نوجد انا اللاطا ونشعل الفران ان شاء الله باش يسخن صافي، وغادي نبدا نشكل. المهم انا رجعت معكم باش نشكل الحرشه ديالي. كيف ما كتشوفوا ها شربات، عندنا هنايا عندنا
سميده رقيقه، من الاحسن ديروا لها سميده غليظه، انا ما متوفرش عندي، استعنت غير بالسميده رقيقه. وعندنا الماء فاش غادي ندير ايديا، وغادي ان شاء الله نبدا الخدمه. نعم كندير يدي هكا في الماء، كناخذ الكويره بحال هكا على الحجم اللي بغيتو نتوما، صغار ولا كبار ولا صافي. وكندير لها السميده، كنقاد بحال هكا، كنحطها في اللاطه ديالي اللي غادي ندخلها فيها، اللي دهنتها ورشيتها بالزيت، رشيتها عفوا بالسميده. غادي نعود معكم وحده اخرى، غادي نستمر بنفس الطريقه. خليكم معايا ان شاء الله حتى نكمل ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هادو هما الحريشات ديالي بعد ما شكلتهم، غادي ندخلهم للفرن اللي سخنتهم من قبل، غادي نقص عليهم البوطه وندخلهم لتحت. انا عندي غير الفران ديال الغاز، غادي نديرهم لتحت حتى يتشقوا ليا، عاد باش ان شاء الله نطلعهم من الفوق ونتلاقى معكم ان شاء الله. المهم البنات، هذه هي الحرشه ديالي بعد ما خرجتها من الفرن، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي تبارك الله غزاله وهائله، من داكشي كتجي هشيشه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وتخلوا لي في الكومونتير كيف جاتكم، واش عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم ولا لا. الله يلا عرفتي راني جايه لبنتي، عرفتي تنصور وتنمشي تنجري عده تتبكي ليا، عرفتي دابا راه هزاها في ايدي كنصور بايد وشادها بايد، ضراتها ليا الفاكسان وعرفتي عذبات، دارت لها السخانه غير مقلقه. ايوا المهم هذه هي الوصفه ديال نهار اليوم، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجوها مع العائلات ديالكم، وتخلوا لينا شي كومونتير زوين، وديروا لينا لايك الا كان كيعجبكم المحتوى ديالنا، وانتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.